بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده نتكلم مع بعض من قرايات البولس النهارده في القداس، وهي من رساله معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيمساوس الاصحاح السادس من عدد 3 لعدد 16. بيقول ايه النهارده؟ بيقول: إن كان أحد يعلم تعليماً آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئاً، بل هو متعلل بمباحثات ومحاكاة الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والزنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا. النهاردة هناخد آية بس واحدة، اللي هي بتقول إيه؟ بتقول: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. يعني إيه الكلام ده؟ أغلبية الناس ما تلاقيش عندهم فضيلة القناعة. الغني اللي عنده كتير عايز أكتر، والفقير عايز يكون غني، واللي عنده حاجة عايز منها كتير، عايز منها 2 و3 و4، ومحدش بيشكر. في آية جميلة عن الموضوع ده موجودة في أمثال 15 عدد 17. يقول إيه؟ يقول: أكل من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. يعني إيه؟ يعني ممكن تدخل عند إنسان فقير وعلى قد حاله، يقدم لك بقول، يعني طبق فول ولا طبق عدس، بقول، لكن تشعر بسلام ومحبة موجودة في البيت ده، وتستمتع بالوقت جدا، وتقول: ده أنا كنت وأنا قاعد هناك حاسس إن أنا في السماء، وما كنتش عايز أمشي، ده كل ده فين؟ في بيت الفقير. وتخش بيت تاني الواحد غني، يقدم لك إيه؟ يقدم لك المحمر والمشمر، لكن تشعر بعدم راحة، وما تشعرش بمحبة موجودة في البيت دوت. عشان كده تفتكر على طول الآية اللي بتقول إيه: أكل من البقول حيث توجد المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الإنسان اللي ما عندوش قناعة تلاقي الطمع موجود في حياته. عشان كده قديس بولس بيبعت لأهل في أفسس ويقول لهم إيه؟ يقول لهم: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. تخيل، حطت إيه؟ حطت الزنا وحطت النجاسة مع الطمع، وكأن الطمع في نفس مستوى الزنا والنجاسة. يقول لهم: لأنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع، وبعدين يقول إيه؟ الذي هو عابد للأوثان. حط الطماع، وصفه إنه هو إيه؟ عابد للأوثان. فيقول لهم:
كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. ده إيه ده؟ ده بيقول الطمع عبادة أوثان واللي في مستوى الزنا والنجاسة. تخيلوا الشيء بقى اللي يحزن. إيه الشيء اللي يحزن؟ إن عيالنا يشوفونا وإحنا طمعين. يعني إيه؟ يسمعوا مننا إن فلان ناصح وفهلوي، وبعدين يسمعوا بقى الحكاية إيه؟ ناصح وفهلوي وكذب وزور في الأوراق وأخذ حاجات مش بتاعته، وإحنا إيه نضحك ونقول فلان ده ناصح، يعني تحت مسمى النصاحة والفهلوة، وبيلعب معرفش بالبيضة والحجر، ونمدحه قدام عيالنا ونقول لهم إن دوت ناصح وفهلوي. لا، ده مش ناصح وفهلوي، ده كذاب ومزور وأخذ حاجة مش بتاعته. ده اسمه طمع. يا ريت عيالنا لا يشوفوا فينا ولا يشوفونا بنمدح اللي بيعملوا الكلام دوت. ليه؟ لأنهم لازم يعرفوا إن الطماع مش هيخش الملكوت. إحنا بنمدح في مين؟ يعني اللي إحنا بنمدحه ده مش داخل الملكوت، وده الكلام أهو النهاردة. الطماع مش هيخش الملكوت. من أشهر قصص الطمع قصة أخاب الملك ونابوت اليزرائيلي، كلنا عارفينها، تلاقوها في ملوك الأول وإصحاح 21. الملك أخاب شاف جنينة بتاعت واحد فقير اسمه نابوت اليزرائيلي، الجنينة جنب الجنينة بتاعت القصر بتاع الملك أخاب، ويروح الملك أخاب يقول له إيه؟ يقول له ما تديني الجنينة بتاعتك عشان عايز أزرعها شوية كده إيه بقول ومحاصيل كده، يعني إيه حاجات كده بحبها، وأديك فلوس أو أديك أرض مكانها. يعني أنت ملك وعندك قصر وعندك جنينة وعندك المملكة كلها، جاي على الرجل الفقير اللي هو ما حلتوش غير حتة الجنينة الصغيرة وقال عليها إن هي ميراث آبائه اللي هو ورثها، وفي الوقت ده ميراث الآباء زيه زي الإيمان، محدش يقدر يفرط فيه. تخيل الطمع، الملك رايح علشان ياخد الجنينة الصغيرة بتاعت نابوت الإسرائيلي، ولما نابوت قال له لأ ده ميراث أبائي وما أقدرش أفرط فيه، زعل واتقمص ورجع البيت ومش عايز يأكل، يقول لك ونام وحط وشه على ناحية الحيطة واكتئب وحزن. ده كل ده إيه؟ ده بسبب الطمع بتاعه. الإنسان الطمع إنسان عبد لمحبة المال. شوف القديس بطرس يقول إيه؟ لأن ما إن غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. يعني إيه؟ يعني اللي هيتغلب من محبة المال يبقى عبد للمال، واللي يتغلب من أي شهوة يبقى عبد للشهوة ديت. فهو بقى عبد للطمع بتاعه. عشان كده نلاقي في أمثال 23:4 يقول إيه؟ الكتاب يقول لا تتعب لكي تصير غنيا. ليه؟ يقول بلاش تكرس كل طاقاتك الجسدية والذهنية والنفسية لمجرد انك عايز تبقى غني. طيب ليه؟ يقول لك لانك ما ينفعش، ان عندك حياة روحية جنب حياتك المادية دي الأرضية، ما انت عندك حياة روحية وعندك حياة أبدية لازم تجهز ليها نفسك، وعندك علاقة مع ربنا المفروض ان هي بتنمو. فانت ليه تكرس كل وقتك وطاقاتك علشان تبقى غني؟ ما هو مش ده الكلام، ده مش هوصلك للسماء. والطمع على فكرة مش طمع بس فلوس، ده ممكن تلاقي طمع، في طمع كرامة وذات. يعني إيه؟ يعني تلاقي واحد في البيت عايز يلغي كل اللي موجودين في البيت ويبقى هو لوحده اللي بيفهم، وهو واحد اللي رأيه صح، وإن ما فيش حد زيه. ده إيه ده؟ ده برضو يعني طمع، بس طمع للذات وللكرامة. الطمع ده عامل زي الشحات، يعيش شحات ويعيش كئيب. يعني لو شفته أخاب الملك وقف شحات، القديسين يقولوا كان ملك
ووقف شحات قدام الفقير يقول له ما تديني حتة الجنينة اللي عندك دي وديك مكانها فلوس. يقول لك هذا الملك كان شحات في وقت من الأوقات وهو واقف قدام نبوت إلياذ رعيلي، فالطماع شحات، وشحات ويا ريته شحات بس، ده شحات وكئيب. يعني الملك دخل لا انبسط بالقصر بتاعه ولا انبسط بالغنى بتاعه ولا انبسط بالمملكة بتاعته. دخل بيته لما نابوت قال له لا ما اقدرش اديك الجنينة بتاعتي، دخل وعاش في كآبة. فالطماع ده ايه؟ شحات وكئيب، شحات اللي انه عايز ينفذ ياخد يعني اللي هو بيطمع فيه، ولو ما عرفش ياخده تلاقيه اصابه الكآبة. يبقى الطماع شحات وكئيب، في حين انك تلاقي الانسان القنوع بحياته تلاقي بيته دايما مليان سلام وفرح وراحة بال. ليه؟ لان هو الراجل مش عايز حاجة، الراجل مبسوط جدا بكل اللي عنده وبيشكر ربنا على كل حاجة مدقاله. عشان كده القديس بولس يحذر تلميذه تيموثاوس ويقول له ايه؟ يقول له واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء يسقطون في تجربه وفخ وشهوات كثيره غبيه ومضره تغرق الناس في العطب والهلاك، لان محبه المال اصل لكل الشرور. ياما بيوت بتخرب بسبب الطمع، بسبب اني عايز اكتر، وفجأة الإنسان الطماع ده يفاجأ بعد مدة إن عمره ضاع منه وخسر نفسه وخسر الناس اللي حواليه بسبب طمعه وخسر أبديته. ده كل ده بسبب إيه؟ ده بسبب الطمع. عشان كده سفر الأمثال يحذرنا في إصحاح 15 وآية 27 يقول إيه؟ المولع، المولع بالكسب يكدر بيته. يعني ايه؟ يعني كل اللي همه عايز فلوس وعايز اكسب هيلاقي مشاكل كتيره جدا في بيته، يكدر بيته. يقول خلي بالك ان ممكن يكون كلنا عندنا طمع ولكن بدرجات، فلازم كل واحد بقى يبدا يسال نفسه انا عايز ايه في حياتي، انا نفسي في ايه. وخليك صريح مع نفسك، في واحد عنده حاجات حلوة يعني طمع، بس طمع روحي. يعني ايه طمع روحي؟ يقول لك نفسي اصلي كتير، لا ده حلو قوي ده امشي فيه. نفسي اساعد الناس، لا ده حلو قوي امشي فيه. نفسي اجيب ناس كتيرة للمسيح، لا ده حلو قوي امشي فيه. وواحد تاني يقول لك نفسي اكبر، ونفسي كده ايه البيزنس يكبر ويبقى اتنين وتلاتة والناس تمدحني. اقول له بس خلي بالك اقف لحسن، ده الطمع دوت هيوديك في سكة مش حلوة. يا ريت كل واحد مننا يسأل نفسه الروح اللي عندي دي روح عطاء ولا روح أخذ. الكتاب يقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يعني إيه؟ يعني يا بختك لو عندك روح العطاء، لأنك هتعيش في سعادة وفرح وراحة بال. لكن لو فيك بقى روح الأخذ، عايز عايز تقول كلامك عايز، هتعيش دايما في قلق وعمرك ما هتشكر ربنا لأنك عايز باستمرار. وفي نفس الوقت ياريت كمان عايزين نحسبها، إيه مفهوم المكسب والخسارة عندي في حياتي؟ بولس الرسول يقول إيه؟ يقول ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه؟ لكي أربح المسيح. يعني إيه؟ يقول كل ما كان لي ربحا. خلي بالك بولس الرسول ده كان غني جدا، كان فيلسوف، اتعلم عند معلم الناموس غمالائيل، وكان عنده الجنسية الرومانية، فكان عنده كل حاجة. ده لدرجة مرة في يوم الأيام قال لك إيه؟ قال في فيليب 3 لو كان الافتخار بالجسد ده أنا أول واحد أفتخر. ليه؟ قال لك من جهة الختان ده أنا مختوم في اليوم الثامن، من جهة الناموس ده أنا في الريسي،
من جهة من جهة الغيرة، ده أنا كنت بضطهد الكنيسة من كتر غيرتي لمحبة ربنا. ومن جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، يعني لو عايز أنا أفتخر افتخار الجسد والدنيا، لا ده أنا أول واحد أفتخر، ده أنا عندي كل حاجة. لكن يقول لك إيه؟ ما كان لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. عايز يقول إيه؟ عايز يقول الربح الحقيقي هو المسيح نفسه. ليه؟ لأن المسيح ده اللي اتقال عليه في الكتاب المقدس اللؤلؤة الكثيرة الثمن، اللي لما لقاها إنسان عمل إيه؟ مضى وباع كل ما كان له واشتراها. تقول له بس انت يا بولس بتقول الكلام ده، انت في السجن وممكن تموت. يقول لك وبرضه حتى الموت ليه الحياة، هي المسيح والموت هو ربح. يعني ايه؟ يعني ازاي موت وربح؟ بس يقول لك ما هو لو الموت هيوصلني للمسيح ما هو يبقى ربح. طيب نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي قلنا هناخدها النهاردة، اللي هي ايه؟ التقوى والقناعة. بتقول التقوى مع القناعة هي تجارة عظيمة، هي دي الآية، التقوى مع القناعة. التقوى اللي هي مخافة ربنا، إن أنا أعيش مع ربنا حياة تقوى، والقناعة إن أنا أكون راضي على اللي عندي، راضي بكل حاجة ربنا مديها لي. يبقى لما نقول التقوى مع القناعة تجارة عظيمة، يعني إيه؟ يعني الإنسان يجمع بين التقوى والقناعة، الحياة مع ربنا وأكون في نفس الوقت راضي بحالي وبشكر ربنا طول الوقت وأقول له يا رب أنت مديني ومديني كتير قوي. الكتاب يقول عن الإنسان ده تاجر عظيم. ليه تاجر عظيم؟ أصله باع الأرضيات واشترى بها السماويات. تاجر ذكي دايما يفكر في الآية اللي بتقول وقلناها النهاردة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أيضا أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. يبقى أجري ورا الطمع ليه؟ ده أنا أصلا هسيب كل حاجة ورايا، وزي ما جيت من غير حاجة هطلع من غير حاجة. ربما حد يعترض ويقول إيه؟ طيب ما هو لو كل واحد هيقعد يقول أنا مقتنع بحالي مقتنع بحالي، أمال فين الطموح؟ ده لو الإنسان عمل زي ما أنت بتقول ما كانوش هيوصلوا للاختراعات اللي اخترعوها دي كلها. أقول لك لا، إحنا لما بنقول القناعة، القناعة اللي إحنا بنقول عليها مش ضد الطموح. يعني إيه؟ إحنا بنقول لك اتعب وخليك أمين وطموح، أمين وطموح، بس خلي بالك لازم تكون راضي وتشكر ربنا على نتيجة تعبك. يعني أنت بتتعب وبتشتغل لكن في نفس الوقت وعندك طموح، لما الطموح زي على قد ما يجي لك أشكر ربنا، أشكر ربنا. ربنا يقول لك هديك ثمر 30، قول له أشكرك يا رب. أديك 60، أشكرك يا رب. أديك 100، أشكرك يا رب. واخدين بالكم إزاي؟ يبقى نتيجة تعبي أشكر على ربنا، ما قلتش لا أنا عايز أكتر أو اللي عندي مش كفاية. بالضبط زي إنسان صياد سمك يخرج يصطاد سمك كتير يقول له أشكرك يا رب، يصطاد سمك قليل يقول له أشكرك يا رب، ما يصطادش ولا سمكة عارفين يقول إيه؟ يقول بركة اليوم اللي اصطدت فيه سمك كتير لسه موجودة عندي في البيت، أشكرك يا رب. واخدين بالكم إزاي؟ شكروا على الكتير وعلى القليل واللي عمال ما عندهش خالص. ده هو ده الإنسان القنوع. يبقى الطموح موجود لازم، لكن لازم أكون أنا راضي ومقتنع بنتيجة تعبي وبشكر دايما ربنا. وياريت طموحاتنا تكون بقى طموحات روحية. يعني إيه؟ يعني ندرس الإنجيل طالما عندنا وقت، نخش الخدمة، نحفظ مزامير، نحفظ ألحان، نهتم بأولادنا وبالأسرة بتاعتنا روحيا، كل ده يبقى حاجة حلوة. تقولي طيب إزاي أدرب نفسي على فضيلة القناعة؟ إزاي أكون قنوع؟ أول حاجة عايزين ندرب نفسنا عليها هي مبدأ الاكتفاء. خلي بالك لو ما قدرناش نعيش بمبدأ الاكتفاء هنقع في الطمع. ما هو يا ده يا ده، يعني إما أنت مكتفي ومبسوط ومقتنع، لإما أنت
هتقول لأ وتخش في الطمع. فخلي بالك. مكتفي يعني إيه؟ مكتفي يعني أنا أقوله من كل قلبي، أقول بيتي ده أحلى بيت، وهو أصلاً بيت متواضع يعني. عيالي أحسن عيال، أي نعم لا دكاترة ولا مهندسين ولا بيزنس، لكن عيالي أحسن عيالي. مراتي أحسن زوجة. عربيتي أحسن عربية، وإن كانت عربية يعني هي ماشية، لكن أنا مقتنع وبقول ده أنا عندي كل حاجة. شغلي أحسن شغل، وربما حتى لو شغلك متواضع أشكر ربنا وأقول لا ده حلو قوي، ده ربنا مديني وبزيادة، أشكرك يا رب. هو ده اللي مكتفي. تاني حاجة، درب نفسك على الشكر باستمرار. يعني مش الشكر بس إيه كلمتين على الماشي، عايزين الشكر ده يبقى دايما في بقنا وفي فكرنا وفي قلبنا. يعني كنت سمعت مرة كده على اليوتيوب، اللي أحد الآباء كان بيتكلم على قداسة البابا الشنودة، ولما كان يبقى تعبان جدا فيقول ما كانش يقول أي، فلما يقول بدل ما يقول أي كان يقول أشكرك يا رب. عارفين إزاي؟ يعني الألف تطلع، لكن بدل ما يقولها أي كان يقول أشكرك يا رب. ليه؟ ده واحد متعود على الشكر. فعايزين احنا كمان نعود نفسنا على الشكر. يبقى المفروض اكون مكتفي، ومفروض اكون دايما شاكر، بس ايه؟ من قلبي مش تمثيل. يعني اشكر ربنا على كل عطاياه، سواء روحيه او سواء عطايا ماديه. العطايا الروحيه اقول يا رب اشكرك ان انا عندي كتاب مقدس، يا رب اشكرك ان انا بفتح وبسمع في عظات كتيره على اليوتيوب وترانيم وتسبيحه، اشكرك يا رب على نعمه الكنيسه يعني تتفتح ان شاء الله كده بصلواتكم، لكن اشكرك على غفران الخطايا في سر التوبه، اشكرك يا رب على الجسد والدم، اشكرك. دايما نشكر ربنا على الحياه الروحيه، وفي نفس الوقت عايزين دايما نفتكر ده ربنا لما بيدينا التناول. عارفين التناول ده اسمه ايه؟ الإفخارستية. عارفين يعني ايه إفخارستية؟ يعني شكر. يعني عايز اقول لك كل ما تتناول اتعلم، افتكر انك تشكر ربنا طول حياتك على كل حاجة، على كل حاجة. اشكر ربنا على حتى الناس اللي حواليك. انت لما تقول يا رب اشكرك على فلان وفلان وفلانة وفلانة، عمرك ما هدنهم لانك بتشكر ربنا عليهم. واشكره على عطاياه المادية، عمرك نمت من غير عشاء. اشكره على أكلك وعلى شربك وعلى صحتك. اشكره حتى على وقوفه جنبك، حتى لو كان عندك مشكلة. ده ما يمنعش انك ما تشكروش، لا، ده انت تقول له يا رب المشكلة مش هتمنعني اني انا اشكرك، بل بالعكس ده انا اشكره واقول له يا رب انا عارف ان كل الاشياء تعمل معا للخير، حتى لو انا مش شايف الموضوع ده لكن اؤمن بيه يا رب. يبقى اول حاجة نتعود عليها الاكتفاء، تاني حاجة حياة الشكر، تالت حاجة درب نفسك على العطاء. شوفوا في كورنثوس الثانية 9 ربنا يدينا وعود حلوة قوي، يقول لنا إيه؟ من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد. بالشح يعني إيه؟ يعني بالعافية بتطلع الدولار، بالعافية بتدي وقت لغيرك، بالعافية بتدي محبة للي حواليك، بالعافية بتطلع كلمة تشجيع، بالعافية بتطلع. طيب ما هو اللي بيزرع بالشح يحصد، لكن يقول لك ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار. يعني مش واحد يدي وهو يقول ياه، يعني يدي كده وهو مضطر. ليه؟ أصله اتزنق، أصله هما زنقوه قالوا إن إحنا بنجمع فلوس فهو اتزنق وحط فلوس، فأي عن اضطرار. ربنا يقول له لا، ده المعطي المسرور يحب الرب. ده انت وانت بتدي لازم تكون فرحان، مش تقول لي مضطر ايه. على رأي واحد مرة بيقول لي انت عارف العشور بتاعتي كام؟ ده مبلغ وقدره. ياه، انت بصيت على العشور وصعبان عليك تطلعها وتقول لي لا ده مبلغ وقدره كتير على ربنا؟
طب ما بصيتش على 19 اللي هو ربنا مديها لك؟ يعني ايه ده؟ ليه كده بتطلع وبتطلع بحزن واضطرار يا راجل؟ اي شوف النهارده يقول ايه؟ ليس عن حزن او اضطرار، لكن المعطي المسرور يحب الرب. يقول لك والرب قادر ان يزيدكم كل نعمه لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. يعني ايه؟ يعني ربنا ممكن يديك الاكتفاء، تكون مكتفي في كل شيء في كل حاجه وكل حين، يعني طول الوقت. وبعد يقول لك، ما يقول لك ان ربنا هيديك النعمه والاكتفاء في كل شيء وكل حين، يقول تزدادون في كل عمل صالح. يعني ايه؟ يعني زي ما ربنا بيديكم مكفيك، انت برضو وسع كده وادي برضو لاي واحد محتاج وتعرف ان هو مزنوق. وبعدها يقول للقديس تيموثاوس ايه؟ يقول له اوصي الاغنياء، يعني وصيهم، يقول له اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجائهم على الغنى، على غير يقينيه الغنى. اوعى تقول له خليهم، اوعى يتكلوا على الفلوس، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا ويكونوا أغنياء في أعمال صالحة، ويكونوا أسخياء في العطاء وكرماء في التوزيع. ليه؟ يعني بيقول لتيموثاوس قول للأغنياء ليه ما يتكلوش على فلوسهم، يتكلوا علي أنا. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، خليهم يكونوا أغنياء في الأعمال الصالحة، ويكونوا أسخياء في العطاء وكرماء في التوزيع لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يبقى في ثلاث كلمات لازم هنعيش بيهم، ثلاث كلمات مش عايزين ننساهم. إيه؟ اكتفاء وشكر وعطاء، لأن دول اللي هيوصلوك للآية اللي احنا بدأنا بيها، اللي هي إيه؟ التقوى والقناعة هي تجارة عظيمة. تقوى حياة مع ربنا، قناعة أشكرك يا رب على كل اللي مدهوني. ليه؟ مش عايزين يكون في أبدا طمع في حياتنا. ربنا يبارك حياتكم، وبصلواتكم إن شاء الله نرجع تاني كلنا ونخش الكنيسة ونتمتع بكل أسرارها. لإلهنا كل مجد وبركة من الآن وإلى الأبد.